النية والذرية. غشش لنا هذه بعد شوي بنرجع له. آه صح صح على نايم. يا رب ينصحه ويقر عينك بصلاحه. طبعا ابغى اذكر المشاهدين طبعا في الوقف واحنا في اخر يعني حلقه من حلقات برنامج ديوانيه الواقع. اتمنى طبعا مثل ما ذكرنا في مقدمه البرنامج وختامها مسك ابو عبد الرحمن الختام، ودنا بعد ختام بالصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. أنا نقول في هذا الختام جودوا جودوا لأنفسكم ليس للناس، من تصدق فلنفسه. الله أكبر. فتصدقوا عن أنفسكم تجدونه يوم لا ينفع مال ولا بنون. الله أكبر. إلا من أتى الله بقلب سليم. اتقوا الله سبحانه وتعالى، وهذه الأموال التي بين أيديكم هي الآن أموالكم، بعد الوفاة أموال الوارث، ليس لك فيها حق، انتهى حقك. فتبرع، دامك قوي شديد عتيد قادر، فتبرع بما تجود به نفسك، ولا يضرك ذلك. الصدقة لا تضر ولا تنقص المال، بل تزده بل تزده. كثير من الناس يتصدقون وينفقون وما شاء الله أموالهم تزداد. الله أكبر. اتساعا وكثرة وتنوعا. تصدقوا لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم. والله والميت إذا مات كل ما يتمناه يقول يا ليتني تصدقت، صحيح، ليتني أرد إلى هذه الدنيا، ماذا أعمل؟ أصلي أصوم أحج؟ أصدق. أنا بتصدق صدقة. الزكاة ليس لأحد فيها فضل ولا منة، الزكاة فرض عين على كل من يملك نصابا، ليس له فيها فضل، فهي حق الله في مالك. فأنت تعطي الزكاة حق الله، ذا إذا لم تعطيها فهي حسرة وندامة عليك يوم القيامة. لكن التصدق بما زاد عن الزكاة الفضل، فضل صدقتك. تصدق لعل الله أن يغفر ذنبك وييسر أمرك ويكثر مالك ويحفظ لك أبنائك وعيالك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الصدقة. الله يجزاك. وهذا الوقف الذي نتحدث عنه وقف في أطهر بقعة على هذه الوجه البسيطة، أطهر بقعة على وجه البسيطة، مكة المكرمة. الله أكبر. في حرم الله. زود أبو علي. فهذه الوقف ينفق ريعه على الأيتام والأرامل والمساكين والضعفاء، ومنه تفطر الصائمين، ومنه سقي الماء، فكل أنواع البر والإنفاق موجودة تحت تحديد هذا الوقف. فنحن نهيب بكم أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في آخر ليلة نتحدث فيها عن هذا الوقف، فأنفقوا أنفقوا لعل الله أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. جزاك الله خير يا أبو عبد الرحمن، الله يبارك فيك جزاك خير. وايضا نهيب الاخوه بالصدقه ايضا حتى يجينا الامطار والخير وتحل البركه في انفسنا في اموالنا وفي ذريتنا. صدقه كلها خير وبركه. انا في رساله هنا جايتني لك يا ابو محمد، يقول ابو محمد